يا حبيباتي دستور، هدول ضيوفنا، لا تأذوهم ولا بيأذوكم. دستور دستور. تبع مين عم تحكي؟ مع اخوات العفاريت. اصبر شوي. لك لا تخافي، هدول اخوات العفاريت كثير بصراحة. امسكي. نعم ام عبد الله. نعم نعم. ولك ما عرفتينا وعرفتي اخواتي على الست يلي معك يا ام زكي. هي فريال جارتي وبنت حارتي ومثل اختي، ونحن جايينك بشغله وما لنا غير الله وانتي، والله يخليكي بدنا اياك تساعدينا. دستور دستور. سمعتوا يا اخواتي؟ سمعتوا؟ لازم تساعدوهم، وكل شيء بيتمنوه لازم يصير. ها دستور، وكل شيء بيتمنوه دستور دستور. ساعديني، دخيلك ساعديني، وانا مستعدة اعطيك اياه اللي بدك اياه. ساعديني. عدو، تفضلوا عدو. ولك على حدي. دستور يا اخواتي، سمعتوا؟ مشان الشغل بدنا نشتغل. جهزوا حالكم، كل واحد جرب بمطرحه. ها انا جاهز. دستور دستور دستور. صح صح صح. شو اسمه؟ مين يعني؟ المازي. عصام. ايه اسمه عصام، ابن ابو عصام الحكيم. وهذا عصام في عنده التلت اخوات بنات واخ شب. واحدة 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 واحدة. شوي شوي يبعت لك حمى. شو بتصالي ثلاثة بعد خلص. واحدة واحدة. اسمه عصام. دستور يا اخواتي، دستور. اسمه عصام. شو اسم امه؟ بسرعة. اخواتي في عنده شغل. اسمه سعاد، سعاد خانو. اسمه سعاد خانو. مظبوط ام زكي؟ ايه ايه مظبوط مظبوط. سعاد خانو. شو اسمه؟ مي مرته. مرت مي؟ مرت ابنك. مرت ابنك. مرت ابنك يا عصام. اسمه اسمه لطفية. لطفية. ايه دستور. اسمه لطفية. شو اسم امه؟ اسم امه فريال. فريال. مظبوط مظبوط. عصام ابن سعاد لطفية بنت فريال. وين وين وين؟ بتجيبي قرن كاس شاي وعرف ديك احور وبعرات فاره شايبه، وبتجيبي كمان ذكر نمل اهبال وحش حردون اطرش. انا بدي اجيب حش حردون اطرش؟ ام عبد الله يعني حربايه ما بيمشي حالها؟ لك ما بتفهمي؟ انت ما بتفهمي؟ حش الحردون يعني ذكر، والحرباية انتهي 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 يعني مثلك مثلك. وبعد ما تجيب الشي من قطره بتبيتيهن ثلاث ايام بلياليهن على الاسطوح، وبالليلة الثالثة بتحطي كل شي اللي قلت لك عليهم بالطنجر مع شي من قطره، وبتخليهن يغلوا 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 اشتوت اشتوت ويغلوا. وعند الظهر بيجيكي عصام ناشخ راسه، وساعتها شو ما بدك بتقدري تعملي فيه، وما بيقدر يفتح تمه حتى لو نخقته ذاك الكف، حتى لو ضربتيه بالإبقاب ما بيقدر يعمل شيء، ما بيطلع بإيده يعمل شيء. ولا تنسي تشعلي ذكر البان هندي وترشي مي على سقاطة بيتهم وعلى العتبة كمان. شو؟ سمعتي؟ لك سمعت وفهمت منيح. يلا حاسبوا اخواتي، جوعانين بدهم ياكلوا، مساكين هلكوا على قد ما اشتغلوا.
قديش بدهم اخواتك العفاريت ام عبد الله؟ قد ما بدك اعطيهم مكرميهم مشان يطلع شغلك ظابط ام زكي. يلا يلا فريال حاسبي يا قوه قد بدي اعطيهم. اعطيها ليره يروح حقلها. لك شو ليره؟ شو ليره؟ اقل من 5 ليرات ما بقبل. سمعانين؟ ما بقبل ولا هن اللي بياخذوا ولا شغلك ما بيزبط فريال.